وبينتشروا في الملعب بشكل عجيب من النهاردة. ادي البينية معروف، لو خد ابراهيم بداره خطيرة، جول 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 مش ممكن. الشرطة ايه؟ معروف يوسف الجون التاني، وقلت لحضراتكم هياخد ابراهيم صلاح في ظهره ويعمل انفراد بعبد الواحد السيد اللي تحمل عبء اللقاء النهاردة تماما في فريق نادي الزمالك، انما لوحده مش هيقدر. ادي حتى الراجل 2-1، العرضية اللي عملها نادي الشرطة مع بداية اللقاء سجلوا منها هدف التعادل عن طريق سعيد كمال وصلاح عاشور، ثم الهدف الثاني لمعروف يوسف تمريرة بينية برضو اللي عملها سعيد. يا ولد يا ولد يا ولد، سعيد كمال عمل كرة ايه؟ بلسم بلسم الكرة اللي فاتت. وادي الراجل خطه حلو قوي، خد ابراهيم صلاح في غياب صلاح سليمان ومحمود فتح الله السردباكين في اللعبة اللي فاتت. اخطاء دفاعية قاتلة لنادي الزمالك تكلفهم جونين مع تقريبا اول 12-13 دقيقة من احداث الشوط الثاني عشان الكابتن